كان عندي ثلاث خيارات: الصحافة، الحقوق، المحاماة أصلا، والغناء، لأن أنا كنت غني مع الست فيروز وغير مطربين. شو عملت المدد؟ شو عملت الزميلة؟ إنه هل أفضت إلى معلومات؟ هل كشفت معلومات غير مكشوفة إلى العدو الإسرائيلي؟ لو اليوم أنت عم تشتغل بمحطة عربية أو عالمية وطلب منك أنك تجري حوار مع المتحدث الرسمي باسم جيش العدو الإسرائيلي أخفاي أدرعي، هل تجري هذا الحوار؟ ما رح خليك تفوتني يعني. لا مش برأيك هن في كثير زملاء منيح وما رح سمي. فادي، شو يلي ممكن يخليك تترك عملك بمحطة الام تي في؟ مش بس يصيروا على المنبر يعلموا الصحافة كيف بده يشتغل، وهيدي لطشي لكثير ناس يعني. رح سمي لك واحد فادي شهوان. فادي شهوان.